السائل حفظكم الله شيخنا يقول: لو خرجت الريح من غير السبيلين أو من قبل المرأة فهل ينتقض الوضوء بذلك؟ نعم، هذه أيضا من المسائل الخلافية بالنسبة لخروج الريح من القبل، وهل يتصور؟ من أهل العلم ذهب قالوا نعم يتصور، في بالنسبة للمرأة فقد يخرج من القبل شيء، ويتصور أيضا من الرجل، لأن يوجد من الناس من يعاني إشكالات صحية خاصة الذين لديهم يعني حصى في الكلى أو لديهم أملاح في الحالب أو شيء، قالوا يشعرون بشيء من الفقاعات وكذا. الراجح من قول أهل العلم أن الريح إذا خرجت من القبل فإنها لا تنقض الوضوء، وبالنسبة للمرأة ما يصدر من القبل من الريح هذه ليس لها حكم الريح الخارجة من الدبر، وإنما هي يعني أشياء تتكون ويدفعها يعني تندفع، وليس لها حكم الريح الخارجة من الدبر، هذا هو الراجح. وأيضا الريح لو خرجت، افترض خرج جشاء برائحة كريهة من الفم، جشاء برائحة كريهة مثل رائحة الريح الخارجة من الدبر، أيضا لا تنقض، لأن الريح محل خروجها الأصلي هو الدبر، محل خروجها الأصلي هو الدبر، ولذلك لا ينتقض الوضوء بخروج الريح من القبل، سواء قبل الرجل أو قبل المرأة، وكذلك من الفم مثلا، فإنه لا ينتقض الوضوء.